الله، انا بجد مبسوطه قوي ان انتي خلاص تنزلي النهارده عشان تشتري الفستان بتاع فرحك. انا قلقانه قوي، يا ترى بقى هيكون عامل ازاي ولا شكله عامل ازاي؟ بصي انا في واحد كده عجبني، عايزه اوريهولك، ان شاء الله هيعجبك قوي. لا بس بجد الفستان انتي لابساه حلو جدا، الفيونكه بتاعته مع الشيفون ده حلو قوي قوي قوي. طيب شوفي بقى كده فستان الفرح وقولي لي ايه رايك فيه. ايه ده، الله ده فظيع، ده شكله فعلا حلو قوي. ما تيجي كده يشوفني، عشان هو لو شاف الفستان هيبقى فال وحش قوي. لا لا ما تقلقيش، بس الفستان يهبل. بصي طول الشغل بتاعه فظيع ومنفوش جدا كده وتحتيه ساتان. لا 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 ده شكله فعلا شيك قوي قوي قوي. تفتكري بجد هيعجب؟ كان طبعا يا بنتي انتي مجنونه، ده شكله فعلا يجنن. طب روحي خشي كده اسهولي وقولي لي، عايزه اشوف عليكي هيكون عامل ازاي. طيب ماشي حاضر، هيسهولك. اقدر ان انا اساعدكم في حاجه؟ لو سمحت، احنا كنا عايزين نقيس فستان الفرح ده. طيب خلاص ماشي حاضر، هخليكوا تقيسوه. سمحت بس اجهزه في البروف وبعد كده اناديكي تقيسيه على طول. الله اخيرا هقيسه وهيطلع بقى شكله حلو جدا عليا. ده هيبقى فعلا تحفة عليكي، ده احسن فستان موجود عندنا واخر موديل واخر صيحة. في كمان فستان لو انت عايزة اخر موضة نازل برضو باللون الايه الزهري لو عايزاه لصاحبتك. الله ده كمان هيبقى حلو عليا قوي. ما انا بقولك لو انت عايزه تشوفيه ده اخر صيحات الموضه عندنا، لو انت عايزه تجربيه عشان تكوني انت صاحبتها والوحيده اللي لابسه فستان يجنن بعد فستان العروسه. بصي شكله عامل ازاي، ومن فوق ما فيهوش بقى ولا حمالات ولا اي حاجه، هيخش عليك وهيكون تحفه في الحجم. طيب ماشي خلاص اوكي، هشوف بقى الاتنين دول وهقيسهم وهقولك بعد كده بقى رأيي ايه. طيب ماشي خلاص، انا عارف ان هو هيعجبك جدا جدا جدا. فعلا الاتنين يجننوا الصراحة. الموف في اللون الاخضر لا حلو قوي، هو لونه كمان كده على ازرق، لا شكله الصراحة عجبني جدا. وانا كمان فعلا عجبني قوي قوي قوي. طيب تعالي بقى هنقيسهم، بعد كده بقى نرجع ناخدهم البيت عشان نخبيهم من كان، عشان عارفه ان كان مركز معايا وعايز يعرف انا جايبه فستان منين وشكله عامل ازاي. بس انا استحاله اقول له. اوعي تقولي له طبعا، عشان لو عرف هيبقى فال وحش جدا قبل الفرح، لازم ما يشوفكيش وينبهر كده اول لما يشوفك يوم الفرح. فعلا هيعجب بيكي قوي قوي قوي. طيب خلاص ماشي اوكي، انا ما عنديش اي مانع. ايه ده بجد، انا ما كنتش متخيلة كده ابدا ابدا ابدا. الله الفستان ده حلو قوي قوي قوي. هو حضرتك انا لفيتهولي خلاص، ممكن حضرتك تاخديه وانتي ماشية، وبعد كده بقى ايه لو عوزتي اي حاجة تانية ممكن تيجي تعدي عليا واعملها لك على طول. بجد ميرسي جدا، شكرا، انت كلك ذوق. انا هاخد الحمد لله فستان الفرح واخبيه بقى من كان. خلاص حضرتك لو عوزتي بقى اي حاجه زي ما قلت لك كلميني على طول، لو عايزه الطرحه او الديل عايزه تظبطي فيه حاجه قولي لي على طول. ايه الحمد لله كده خلاص اشترينا الفساتين، جبت الفستان بتاعي والفستان بتاعك. الله انا مبسوطه جدا، عقبال بقى ما اظبط مع الميك اب ارتست بتاعتي واظبط كمان بقى واغني في الفرح. يا واد يا تقيل، الله ان شاء الله هيكون يوم الفرح بتاعي احلى يوم في حياتي. طبعا هيكون فعلا احلى يوم في حياتك. طيب خلاص احنا قاعدين وصلنا البيت اهو، حاولي بقى بكل الطرق تخبي الفستان من كان عشان هو مركز معاكي. انا تعبان جدا، انا عايزه اريح شويه انام، لحسن انا بقالي كتير جدا صحي ومدروخ قوي. اما انام بقى شويه كده على الكرسي، والله الواحد بقى بيريح كده احسن، هو فعلا تعب جدا. النهارده كان يوم مهلك قوي 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 بالنسبه له. ايه ده، ده كان ده صاحي. طب يلا خشي بسرعه بقى، حاولي ان انتي تكلمي معاه وانا هجري بسرعه بالفستان اوكي. طيب خلاص ماشي اوكي، انا هخش اتكلم معاه. ازيك كان عامل ايه باربي، ازيك اخبارك ايه؟
انا ريحت شويه على الكنبه احسن كنت هموت وانام. انا هجري بقى بالفستان كده قبل ما يشوفني. طيب كويس ان انت نمت، ريح لك شويه عشان انت شكلك فعلا مجهد قوي. اه يا بنتي مجهد جدا جدا جدا. الحمد لله خلاص خبيت الفستان. واو الخطه نجحت بنجاح ساحق الحمد لله، وده ان احنا نخبي الفساتين. طيب شطوره جدا جدا، ميرسي قوي بجد. النهارده كان يوم يجنن، يا كان خلاص اشترينا الفستان. ده طبعا عايزه اشوفه. لا طبعا احنا سيبناه في المحل ما تقلقش، بس بعد كده هنعرف هيجي تاني امتى. اوكي طيب، عامه الف الف مبروك يا حبيبتي، وان شاء الله هيكون يوم يجنن. ايوه انا متحمسه قوي قوي قوي.